إدريس البصري، تزاد في 8 نوفمبر 1938 في نواحي السلطات الأسرة المتواضعة. الأب ديالو كان خدام في الحبس حارس، قيدو من قيادين القصر هو اللي كان كيتلقب بالصدر الأعظم. هو السياسي الماكر الشبح الجندي الخفي، قائد من قادة دواليب القصر، وواحد من صناع القرار في عهد الحسن الثاني. بدا التعليم الابتدائي ديالو في مدرسة عين علي مومن، ومن بعد في السلك الثانوي غينتقل للسطات ويكمل قرايته تما حتى خدا البكالوريا، ويقرر يلتحق بسلك الشرطة ويتخرج برتبة مفتش. مراها غيترقى لرتبة عميد ممتاز، وغيتشهر في الوسط الأمني في مرحلة الاضطرابات اللي عرفها المغرب في صيف 1963. كنقصد الفترة اللي تسمات بمؤامرة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد النظام، وغيبين على كفاءته العملية والشراسة والصرامة في الإشراف على التحقيق واعتقال مدبر المؤامرة. بسبب هاد الشي غتقربوا القيادة العليا في شخص أفقير وتعينوا في وزارة الداخلية كمدير للشؤون العامة. في 13 يناير 1973 غيتعين مجددا على رأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني DST، ومن بعد 4 سنين غيتعين كوزير لأم الوزارات الوزارة الغول وزارة الداخلية. البصري تسلق هرم السلطة بشكل سريع بسبب الانصياع الأعمال للأوامر وتطبيقها بحذافيرها، وأيضا بسبب تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة في 72 واللي تسببت في نهاية أفقير آنذاك. وهكا غتخوى الطريق قدامه وغيرجع من أقوى 4 رجال في الدولة برفقة الحسن الثاني الدليمي وبن سليمان. في هذه الفترة اللي رجع فيها وزير للداخلية ضرب بيد من حديد، وقضى تقريبا 20 سنة في سدة التسيير والتحكم بجزء كبير في مصير المغاربة. كتعتبر فصائل المعارضة رمز من رموز سنوات الرصاص والاضطهاد وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. 1985 غيثبت مكانته العملاقة في الدولة ويرجع وزير الداخلية والإعلام في وقت واحد، كان بمثابة صورة قائمة لأوضاع حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، وطبق على صلاحية المؤسسات العمومية. غيزاو المهام الأمنية، وفي نفس الوقت غادي يكمل دراسته ويخدم من بعد الماجستير دكتورة الدولة في القانون العام من جامعة غرونوبل في 1987. غيوصل في عهد الحسن الثاني الهرم التحكم والتسيير بسبب دهائه في تحريك اللعبة السياسية من خلال استراتيجية فريدة كتجلى في شق صفوف الأحزاب واستقطاب النخب التكنوقراطية وتغيير التحالفات. السلطة ديالو غتبدا تتلاشى مباشرة من بعد وفاة الحسن الثاني واعتلاء محمد السادس منصة الحكم في يوليو 1999، اللي أصلا علاقته به ما كانش حتى لتما، وكان ولي العهد كيتشكل الأب ديالو من مضايقة البصري ليه، وكان كيجاوبو الحسن الثاني هذاك وزير داخليتي أنا اللي عينتو، إلا انتقدتو راك كتنتقد اختياراتي. في ليلة وفاة الحسن الثاني البصري غيعطي تعليمات سرية بغلق الحدود وفرض رقابة خاصة وسرية على بن سليمان وجنرالات القصر. كانت خطوة متهورة وما مفهوماش بمعنى الكلمة. إغلاق الحدود بعد وفاة الملكة بمثابة إشارة لأن أمر الخلافة مازال ما واضحش، في حين أن الأمور كانت واضحة بأن محمد السادس هو اللي غيخلف الأب ديالو. البصري غيبدا احتجاجاته على مجموعة من النقاط فيما يخص البيعة، بالإضافة لإطارة شوشرة من بعد حضور الأمير هشام. لكل هذه الأسباب غيتم استدعاءه لإحدى غرف القصر على أساس اجتماع أمني. غيدخل ويتفاجئ بلا الغرفة خاوية إلا من الجنرالات بن سليمان والقادير وعروب. ثم غيعرف بلا هذا ماشي اجتماع أمني، وإنما بكل بساطة اعتقال واستنطاق للسدريس في إحدى الغرف الضيقة للقصر. غينسحبوا الجنرالات ويخليو مع البصري مفتشين وضباط ممتازين حتى تسالي طقوس البيعة. من بعد 3 شهور غيعزلو محمد السادس من جميع مهامه. غيبقى شي مدة ويسافر لفرنسا من بعد ما تسحب منه جواز السفر للمغرب في فترة من الفترات. وهكا غيتحول أقوى رجل في عصر الحسن الثاني، داري بخبايا القصر والعالم بذواليبه وكاتم أسراره، الشخص عادي داخل يتم من بعد وفاة ولي نعمته الحسن الثاني. غادي يبقى على ديك الحال حتى 2007، غادي يتوفى بإحدى مستشفيات باريس من بعد صراع مع مرض السرطان. غينقلوه للمغرب ويديروا ليه جنازة رسمية ويتدفن بمقبرة الشهداء في 29 غشت من نفس العام.